أكد وزراء خارجية دول التحالف ضد ما يسمى بتنظيم داعش أمس حرص التحالف على التكيف والمرونة تجاه التطور الحتمي لتهديد هذا التنظيم الإرهابي. شدد الوزراء في بيان عقب ختام اجتماعهم على إدراك التحالف للبقاء بصورة متأهبة تجاه التطور الحتمي لتهديد ما يسمى بتنظيم داعش. اعتمد الاجتماع مبادئ توجيهية بهدف ضمان استمرارية التنسيق والتعاون وتكامل الجهود بين الدول الأعضاء في التحالف في عدة مجالات، تشمل أولا مواصلة مكافحة تمويل ما يسمى بتنظيم داعش، ثانيا الاستمرار بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ثالثا تنسيق الاتصالات بين دول التحالف لتخفيض قدرات داعش على استخدام الدعاية للتجنيد والتحريض على العنف، رابعا حرمان داعش من القدرة على استقلال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت. كذلك فإن دول التحالف مستمرة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها قرار رقم 2396 وقرار رقم 2254. فيما يتعلق بالعراق، أعتقد أن أهم العمل المهم أمامنا والذي ناقشناه اليوم هو تحقيق الاستقرار ووضع القوات الأمنية حول المجتمعات والبدء في نزع الألغام التي تحول دون عودة النازحين إلى بيوتهم وإعادة توصيل الخدمات مثل الماء والكهرباء وفتح المستشفيات وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وهذه هي أهم نشاطات إعادة تحقيق الاستقرار. الأموال التي أعلننا عنها اليوم والتي نتعهد بها هي جميعها متعلقة بتحقيق الاستقرار في العراق وسوريا.